ليمة لولا اللي خرجنا في يعني احداث الثوره، ثم توصل يعني الحراك الثوري بتاعي ميدانيا بين الحومه ليمة لولا، ثم من بعد شارع حبيب بورقيبه قصبه واحد، وما بين قصبه واحد قصبه اثنين يعني تعب او تجيش القصبه اثنين، ثم اقتحام القصبه اثنين نهار 20 فيفري، ثم كان لي شرف تلاوه البيان الختامي لاعتصام القصبه اثنين نهار 4 مارس 2011، نعتبره شرف ونعتبره في نفس الوقت مسؤوليه. خلاوها في عنقي يعني اصحابي وزملائي وممثلين الوفود اللي هما خدموا البيان، وقلنا سنواصل النضال باشكال مختلفه. كنحاولوا تو ننطلقوا من تصريحاتك مؤخرا في بعض وسائل الاعلام المكتوبه فيما يتعلق برابطات حمايه الثوره. الموضوع هو رابطات حمايه الثوره. كنبداو، انت قلت كتعليق انه الرابطات هذوما قاموا بتزييف التاريخ. كان نحكيو باكثر دقه عن النقطه هذه. يعني عندنا لجان حمايه الثوره او هيئات حمايه الثوره او كما يحلو لاي لكل واحد تسميتها، اللي خرجت بصفه تلقائيه في 14 و15 و16 و17 في حومنا ايامات الفراغ الامني وايامات الانفلات الامني. ثم بعد ذلك تغير لونها شويه مع اعتصام القصبه 1 و2، صبحت يعني فما تقريبا اكثر تنظيم، ومع تعليق اعتصام القصبه 2 ورجوع يعني اللي جاوا من الجهات باش اعتصموا بعد ما شعروا انهم حقوا يعني جانب من تصحيح مسار الثوره ورجعوا الجهات، يعني جات الفكره، وخاصة مطلب هو من الاول كان كنا في القصبه 2 وكانت تتشكل لجان، وكانت الهيئه نتاع بن عاشور وقت اللي جاء الباجي قايد سبسي في 27 فيفري كان فما ما صرح به فؤاد المبزع نهار 3 مارس، وانه بعث هيئه عليا مستقله لحمايه اهداف الثوره والمسار الديمقراطي اكسترا اللي كان راس بن عاشور، وهذيك اول تزييف وقع، وانه هذيك تكونت من ناس فيهم البعض اللي عندهم علاقه فعلا بالثوره وكانوا ميدانيين، والبعض الاخر لا علاقه لهم بالثوره، ومن غادي انطلقت عمليه تزييف التاريخ بالهيئه العليا اللي كنا في وقت معين في الشارع نسميو فيها هيئه الالتفاف على الثوره ما كناش راضيين عليها. انطلقت الناس في تكوين لجان في جهاتهم، ووقعت الدعوه للمؤتمر نابل عام 2011 في ماي اللي تراسه محمد فضل، وكان تقريبا ما يقارب في 150 مؤتمر من جهه الكل، وتفاهموا انه باش يكونوا هاللجان هذيا ويحييوها وتبقى يعني عندها شرعيه اكثر من الهيئه، خاصه الهيئه اللي وافقت عليها بالتوازي مع هيئه بن عاشور، خاصه انه هيئه بن عاشور احنا كان مطلبنا انها تكون تقريريه، وانه يكونوا الاعضاء في الهيئه يكونوا عندهم القرار سلطه تقريريه، فما ما رانا انه كانت سلطه تشاوريه، فجماعه قالوا بما مش نشقوا، لكن بالتوازي باش نعملوا نفس القوه نتاع اللجان، نفس القوه اللي كانت في القصبه، باش تبقى تمارس النشاط الثوري حتى تضغط وحتى نوصلوا للانتخابات، اللي عدم الالتفاف على المطالب اللي اترفعت في اعتصام القصبه 2. النقطه الاساسيه نحب نسال عليها لهنا، انت بحكم انك عايشت القصبه 1 والقصبه 2، ما هو موجود اليوم وما يطلق عليه اسم رابطات حمايه الثوره؟ العباد اللي يتكونوا منهم الرابطات هذو معناتها هما بيدهم العباد نتاع معناتها نتاع القصبة 1 نتاع القصبة 2، بما انه هما يقولوا معناها اللي هما اولاد الثورة اولاد القصبة وهما اللي يعني معناتها حقوا مطالب في القصبة 1 القصبة 2 ومازالوا يحاولوا يستكملوا المسار الثوري. سؤال مهم جدا، لانه هنا تعطيني فرصة باش انا نحذر الخيان وكل واحد باش يتفرج في الفيديو هذايا، نحذرهم من محاولة يعني سامحني في الكلمة التيرم اكزاكت مش مانيبيولاسيون اما الكونفيزيون، يعني الخلط، تخلط عليك الامور تولي ما عادش تفرز. دونك هي التسميه تقدر تتبع بعضها لحمايه الثوره، يعني من لجنه الهيئه للكذا الرابطه لغيره، لكن الكلمتين الاخرين ديما لحمايه الثوره، الهيئه لحمايه الثوره، اللجنه لحمايه الثوره. فقعدت الناس ديما تصور انه الناس انطلقت وراحت بعد 23 اكتوبر، الناس تنفست شويه تنفس السعداء وقالوا جات حكومه تاسيسي توا باش يكملوا المسار اللي نورمالمون باش يضفيوه الشرعيه ما عادش فهم. فالناس هذيا انسحبت شوي ونسيت شوي، تبدلت شوي الوجوه. نفس الشيء هي اضفاء الشرعيه مهم جدا كما صار في هيئه بن عاشور، يقع اضفاء الشرعيه ببعض الناس اللي هما خلاو في المشهد الثوري خلاو اكل الصوره نتاعهم على غرار مثلا ريكوبا او سي مصطفى الطهاري اللي يقول انا شيخ الثوار،
في ناس يعني بصراحة ما كانش عندها مفعول في اعتصام القصبة 2، ما كانش البيس با، ما كانش عندهم وزن، لأنهم لا كانوا مقررين متاع لجان، لأنه كانت فما لجنة الأعلام، كانت فما لجنة الحماية، وكانت فما لجنة التموين. لجنة الحماية اللي المرة الأولى نعرفوا معنا اللي شادها وغيره وكمل ختم بها حتى وصلنا لبر الأمان خالد القفصاوي، كان فيها زادة كيف كيف نفس اللي خرج الأولاني اللي هو محمد فاضل، اللي خرج في المسيرة الأولى اللي انطلقت من بوزيان في اقتحام القصبة واحد الأولانية اللي جاءوا على سقيم على رجليهم كما يقولوا هما، كان محمد فاضل في الإعلام بعد تضرب وشد بلاسته خالد قفصاوي. فكانت الناس هذو ما نفكروهم واحد واحد وما نحبش نسمي الناس كل باش ما نظلمش، لكن نعرف كل لجنة الحماية كيف كيف كان فيها محمد علي نزار غيره غيره فهمتني، معروفين علي القفصي ذاك الشيخ العرب وغيره. وكانت فما لجنة التموين اللي كانوا فيها برشا معناها نضاويين غير عبد الخالق بوعقة وغيره، وبعد عم نور الدين وكريم كسترا كنا نعرفوهم واحد واحد. فكانوا فما سامح حضر جلسة واجتمعنا مع جبهة 14 في 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 في, في كلية 9 أفريل قبل تعليق الاعتصام، قبل الندوة الصحفية اللي صارت 4 مارس. هذو ما فماش الوجوه هذوما، اللي كانوا في الاجتماعات ولا كانوا في الخيمة معانا قاعدين يقرروا في مصير تونس وكيفاش يلزمنا ومجلس تأسيسي وغيره، لكانوا من ضمن الناس اللي رفعت المطالب في اعتصام القصبة 2 اللي طلبوا مجلس تأسيسي، ولا كانوا من ضمن الناس اللي خدموا على تعليق الاعتصام سواء بالبيانات او بالمشاركة في صياغة البيان الختامي او حتى بالحضور. يعني عندي انا تصور تحنا باع الفيديو تحنا باع اللي غطات يوم تعليق الاعتصام، حتى في الفيديو ما فهمتش كان فما بمعنى كان فما برشا وجوه من أصدقائي وقعدت فكرهم، لأني قعدت كل ما نتفرج في الفيديو هذيك الراها كيش داروا عصارة الكل وصور الناس هذوما اللي في الرابطات 3 و4 اللي كيف اللي سميتهم لك ما كانوش فاعلين في اعتصام القصبة 2، كانوا فولكلوريين اللي يجي باش يغني وياخذ في دخان وكسكروت وخاطر فما جاوا في القصبة، ما كانش ناس تحمل رسالة فعلا، كان ناس تناضل من أجل رسالة. فالوجوه هذيك خذوها باش يطعموا بها كيف ما خذا في هيئة بن عاشور يضفيوا عليها الشرعية، خذاوا كعبات باش يطعموا بهم، وغالبا يكونوا من انتهازيين، لانه نحن شو نقولوا نحن باحتياطي نقولوا خويا انا احتاط ندخل هيئه ما نعرفش شكون فيها مخلطه فيها 200 شنو هو الالتجاب تاعي. نفس الشيء نجي ندخل رابطه انا مخلطه بين تجمعين انتهازيين وبين نهضويين وبين مش عارف شكون. فهذا بالنسبه للانسان يناضل من اجل يعني البلاد هذيا ومن اجل وانه يحمي بلاده هذيا ومن اجل وانه يخلي تاريخ لاولاده، ماهوش باش يولي ينتهز ويشد في المناصب. احنا ديجا الحكايه كيف هذيا سانتريك الناس كل، وذاك اش عملوا هما عملوا زوز ولا ثلاثة لإضفاء شرعية ثم يقولوا نحن رانا معتصمين القصبة 2. وسامحني خويا بزيد يقولك حتى كان هما معتصمين القصبة 2 وهما أسوا القصبة 2 وفيهم البوعزيزي الله يرحمه، ما عندهم الشرعية اليوم تحت ظل شرعية الحكومة، ما عندهم لا شرعية باش يدخلوا في الناس ولا عندهم الحق باش يمارسوا العنف أو باش يفزدوا ويبلبزوا اجتماعات. في أحداث السفارة الأمريكية بكل صدق كنت موجود امام جامع الفتح قبل تقريب انطلاق المسيره يمكن بربع ساعه، وتقابلت بصدى بعض الاصدقاء بما فيهم علي القفصي علي شيخ العرب، تقابلت مع غادي وجاي يصور ومع زوجته فهمتني ويصوروا يعني جاي في خدمه، وانا جيت غادي كمش نصور جيت باش نشوف. فلما خرجوا انا ريت حتى اللي كان ينظم في المسيره دعاء للمسيره وانا سلميه، وما كانتش فما ازدواجيه في الدعوه او في الخطاب، كان واضح كان واضح وحذر حتى من، وياريت يكون يتفرج فيها الفيديو ذي، حذر حتى من استفزاز الأمن أو استفزاز أطراف خارجية، وحذر من الاندساس، حاول من حذر من الناس تحاول توجه المسيرة أو تخرجها على مسار. الكل صار قدامي ونشهد به قدام الله حاسبني عليه ربي بالكلمة كما نحكي فيه، حذر ويعيط في الميجافون ويقول حافظوا على سلمية المسيرة لا يستفزكم البوليس، حافظوا على الصفوف كيفاش ما تلقى اختراقكم، ما تتبعوش دعوات الى القيام بعمل عنف. هذا كل تبعته بكل امانه والله العظيم، وقعدت نجري معاهم ونمشي معاهم حتى لمن قصر المؤتمرات وينشدوا هما ثنيه اللاك انا رجعت. فما يروعني من بعد واني نشوفها كيك برغم اللي حضرت على الدعوه من الاول وانها فعلا وتاكيد وانها سلميه، وبين دعوه كي تبدا كاموفليت بان كي يبدا واحد بالعاني يقول سلميه باش يسجل ذلك للتاريخ ومن بعد هي اهدافها مش سلميه بان. فما يروعني من بعد نشوف وجوه ما هي السلفيه، ولو نحن رانا كنا كي يقول كنا يعني كل مسلم كل مسلم مرجعيه نتاعه هو يعني يا ريت نكونوا معناها سلفي صالح، يا ريت يا اخي نحن السلف يعني نخلطوا للسلف. فالناس هذوما حسيت وانه كي خرجوا في 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 مسيره سلميه
غديكا طاحوا في فخ وانه وقع ديكلونشمون نتاع اعمال العنف. وفي مكثر الصور اللي ريتهم انا مش وزاره الداخليه لكن الفيديوهات اللي ريتهم تبعتهم سواء على الفيسبوك او تصور منهم تصويرها بتاع جريده ناس نورمالمون ما عندهمش علاقه بالتيار السلفي ماهوش سلفي جهادي سواء معناه مع المجموعه وفي علاقه مثلا مع المجموعه مع ابو عياض او غيره ما يروعني الا الرأ الصوره نتاع هشام كنو قدام سفاره في جريده الصريح هذه الاولى جبت انتباهي ومشيت وريتها السي محمد عبو مشيت لبيروه وريته وقلت له شنو هذا المكلف العام بالتعبئه وبالعلاقه مع الجهات ما نتصورش وانه هو الخطه نتاعو اللي الخطه نتاعو في الرابطه الوطنيه حمايه الثوره يشغل خطه التعبئه المكلف العام بالتعبئه وبالعلاقه مع الجهات انا ما نتصورش مكلف عام بالتعبئه ما تخيلش انا مثلا انت كنت فكرت هشام كانو بالاسم الشخص هذا معناتها كان موجود في جل المظاهرات اللي صارت في شارع الحبيب بورقيبه في جل معناتها ما تراش انه شيء طبيعي انه يكون موجود بما انه وجهه مألوف في جميع المظاهرات بيه. حتى اللي صورتهم انا معناتها في الحبيب بورقيبه في باردو هشام كانو كان ديما متواجد كان ديما معناتها ما نحبش نعاود باش نعمل بيك بونغ نطرح عليك سؤال لكن ما تراش انت في البقاع اللي كان موجود كانت في نوع من العنف زاده سواء اللفظي او يا اخي هو سواء يمارس العنف او يتمارس عليه العنف نفس الشيء في 9 ابريل هو مارس العنف اللفظي وفي 16 جوان 2012 هنا في مبادرة السبسي تمارس عليه العنف وضربت يده ركبه كبيره وجاش كي المحكمه دونك شنو معناها فما مواجهه عنيفه اي انا توا عامين تقريبا ممكن تمارس عليه مره ولا مرتين العنف لكن هجموا علي لاني قاعد نناضل او قاعد نواجه في عباد او قاعد نهاجم في ناس لكن ما ثبتوش علي حتى مره واني تبيت ناس او اعتديت على الناس بالعنف اللفظي وقت تتكرر العمليه مرتين وثلاثة أربعة هذا واحد واثنين مهم جدا وانه احداث السفاره تختلف هذاك اش خلينا نتكلم مش بنتكلمش قبل احداث السفاره انا علاش تكلمت وقت احداث السفاره لانه في احداث السفاره العنف انتج عنه 4 قتلى يا اخي اولادنا دمنا شهداء اولادنا ذوك اولادنا شباب قاعده تموت اذا فارك ان نعملوا معناتها عمليه حسابيه صحيحه هو الله يرحمهم بشير قولي محمد بختي لازم نضيفوهم ليه احداث السفاره لازم نضيفوهم الضحايا الضحايا احداث السفاره اربع قتلى انهارتها ومازال يعني ربي يستر مازال يعني حسيله ممكن تنجم ترتفع لانه مازالت الناس توا في وضعيه خطيره فانا اذا نشوف انسان مكلف عام بالتعبئه موجود غادي ايش نقول اوتوماتيكمون في مخي نقول انه ما لا يمكن ان يكون مشى كان هو بقناعه وانه مشى لنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يكون هو مقتنع بنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما يعملش التعبئه ما يهزش معاه ناس اخرين باش يكونوا عندهم اكثر بوا واذا مشى من اجل القيام بمهمه للتعبئه فقط فمن يعني من جهه ولا من جهه اخرى هو فهو مسؤول موجود غاديك اي انسان مواطن عادي موجود غادي مشى في المسيره وهو ما ينتميش لجمعيه او منظمه حقوقيه او منظمه تدعي وانها هي ما تمارسش العنف ويكون موجود غادي في مسيره سلميه مشات سلميه راحت سلميه سي بونيوس توميو اما في مسيره دارت الخوضه ولا فيها يعني لاكريموجين ولا فيها حرق نولي انا نقول السيد هذا هو نورمالمون في المجتمع المدني مهمته انه باش يقوم اعمال يعني منافيه للعنف ويكون متواجد في اماكن بعيده عن العنف فبالصدفة إذا نقاها في كل بقعة في أعمال متاع عنف في الأخرين الكل ما تكلمتش أما في أحداث السفارة اللي عملت منعرج هام يعني حتى في العلاقات تونس ولا حتى في منظر تونس وثورتنا في الخارج نلقاه موجود نلقى زميلته حليمة معالش مهبطة فيديو البارح وانا نتفرج نتصفح في صفحات الفيسبوك شفت وجوه اللي تدعو إلى نصرة الرسول وهي تهرج وتمرج وتعيط منه ومغادي وتحض على التكسير ربما وتدفع نحو المشاهد والمظاهر اللي شفناها البارح والله العظيم وللأمانة الناس هذوما اللي أنا نعرفهم مليح ونعرفهم جيدا وهم يعرفون مليح ليس لهم أي علاقة بنصرة الرسول الناس هذوما جمعت بهم عديد المحطات سواء الاعتصام قدام التلفزة أو محطات أخرى وكنت معناتها نبهت وقت اللي يأذن تقام الصلاة ويجي لذان وما يستجيبوش كنت نجيهم إلى الصلاة فالعديد منهم ربما أياماتها نصبني العداء لا لشيء إلا لأني كثرت عليهم إجاو صليوا إجاو صليوا لأني أنا نبهت ياسر وقت اللي رأى إنسان ملتحي ولابس قميص ولا متحجبة ولابس خمار ولا غير متحجب ويتكلم بالدين وما الدين
واولى اولوياتنا معناتها كمسلمين هي اقامه الصلاه، انك تحب تتموقع، تحب تثبت وجودك، تحب تغطي ماضيك مش على حساب تونس، ومش تتستر بغطاء معناتها الدين وبغطاء الرسول. الناس هذوما اكيد هما بشبهتوا في الكلام اللي قلته انا، لكن هما يعرفوني مليح وانا نعرفهم انهم ابعد ما يكونوا على الصلاه، ابعد ما يكونوا. هذوما الناس هذوما ما يتورعوش باش وقت اللي يجي سبه نتاع دين ويسبوها، ما يتورعوش وقت اللي يجي كلمه نتاع قباحه ويقولوها، ما تجيش ما يتورعوش وقت اللي يسيئوا اخلاقهم في وما يحياوش في ويقلوا الادب نتاعهم على اللي اكبر ومع اللي اصغر وفي جميع المواقع. تقول راني انا نعرفهم حق المعرفه، الناس اللي مشاو للسفاره ولا علاقه لهم، داير عنوان الفيديو دعاة بدون صلاه، يعني دعاوا الى المسيره بينما هم حتى الصلاه ما يصليوش، وتقول لا يتورعوا وانه في كل مناسبه باش يتكلموا كلام زايد وما يصليوش، وندعو فيهم للصلاه ونعرفهم في اعتصام التلفزه، وانا دعيتهم عديد مرات ونعرفهم كيف ما نعرف روحي، وهما قاموا باعمال اللي تثبت في تخريب البلاد وتخريب درشني وعمل خطيره. هي تصرح وهي حليمه معالج، هي المهمه نتاعها عضو مكتب تنفيذي مكلفه بالشؤون القانونيه، امراه مكلفه بالشؤون القانونيه، ماهيش مدركه خطوره الكلام اللي تقول فيه. تقول الناس نعرفهم تعرفهم، فما عليك الا تقدمي بهم القضاء، ما فيهاش هذايا عمي وصاحبي وقريبي وخدم معايا ما خدمش معايا، هذايا مصلحه الوطن العليا، ما فيهاش كلام منغطي على حد. خويا عمل لي خلص، علاش؟ خاطر خويا عمل في بلاد اللي يعيش فيها ولدي وبابا وامي وجاري، ما يجيش كره الناس هذوكم الكل. به هذوما قلنا اطراف اللي هما يمثلوا رابطات حمايه الثوره اللي كانوا موجودين في احداث السفاره الامريكيه، وين تشوف لهنا انه السلفيين ظلموا ولا ما تمش التعامل معهم كما تم التعامل مع العباد اللي تحكي عليهم انت انهم هما ينتميوا لرابطات حمايه الثوره؟ لاني مثلا نشوف فيهم مازالوا لبرا الناس، مازالوا يتكلموا بصوت عالي، مازالوا يعملوا في ليزيفينمون. بعدها هي صارت لطفي نقض يا اخي، مو في سبتمبر احداث سفاره 14 سبتمبر، مقتل لطفي نقض مو في اكتوبر، ولا الاخرى لا في تطاوين، والاخرى في تونس، والاخرى في باجه، والاخرى في سليم. يعني بعدها هي مازالوا يعملوا في نيفان ويدعيوا عبر الباج نتاعهم في بيانات نبيدهم على بكره ابيهم سوف تكون محرقه. يا اخي هذا الكل يا رسول الله، الناس هذوما معناها مازالوا يدوروا ولليوم وللبارح وللبارح، وغطلوا القصبه ويعملوا زي يمدوا في وجوههم، وهم بتصور في الجرايد وبالفيديوهات نتاعهم، والناس الاخرين قالوا له خاطر عملت له، ناس يحكي لي قالوا هزوه من ديارهم في دارهم ما مشاش، واحد كان في الخارج قالوا لا انت نظمت قبل ما تمشي، والاخر هو موجود على عين المكان ما عيط له حد. وعماد دغيش في بالك اللي عيطوا له نهار الاحد ووقفوه؟ باش نوضح، معناتها عماد دغيش هو يمثل رجال الثوره، رجال الثوره بالكرم اللي في علاقه وطيده وفي نفس الاعمال. نحن ما يمناش في الاسماء، نجم هذاك رجال الثوره بالكرم وذاك الرابطه وذاك غيره، لكن شنو اللي قاعد يقوم؟ قاعد يقوم باعمال يتوخر بالبلاد مش قادم بها، توخر بالثوره مش قادم بها. عماد دغيش فيديو نتاعو على مهبطه على الباج تاع رجال الثوره بالكرم، ويدعو فيه ويقول بلاد 80 مليون اللي عجزت باش تقتحم السفاره في ثلاثة ايام اقتحمناها نحن رجال الثوره بالكرم في 30 دقيقه، شكون شبيه ما عيط له حد حق معاه؟ علاش الاخرين فهمتي ولا لا؟ سامحني في الكلمه ما نحبش نقولها حرام، ما نحبش نقول لك البين قصير، علاش معناها؟ شنو معناها؟ شبابنا من وليدات صغار كي نورات 19، انا فيهم ولاد حومتي، انا من ديبوزي فيهم ولاد حومتي، في احداث العبد الله فيهم ولاد حومتي بعاد عشرات الكيلومترات في بابا عليوه تشدوا في كرهبه، لتو في الحبس يقبعوا في الحبس. ناس اخرين ولاد حومتي زاد كيف في احداث السفاره يقبعوا في الحبس لتو، واخرين فهمتي اللي هما خاطر يتبعوا الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره حتى حد ما يعيط لهم. عماد دغيش هزوا حقه معه على فكره، ونقطه هامه جدا، مشي حتى الكريمينال نهار الجمعه مو 14 سبتمبر صارت الاحداث، نهار 16 سبتمبر يعني لكم عماد دغيش في الكريمينال حقه معه العشيه، وبرغم ذلك كل الفيديو موجوده بتاعه وخرج روح. شو معنى؟ هذا دار الكفر، هذا دار الطاغوت، هذا حاكم ما يعتدي على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب من المسلمين يا كلاب يا بني السيرة انت حاضر. شو معناه واحد يروح يتفرض واحد سن؟ هذاك علاش انا نعتقد ومتاكد وان اولادنا طوال السلفيين اللي موجودين في السجن قاعدين مقرفين جانب من جانب الاحتجاج نتاعهم، لانهم عارفين وانهم مظلومين وانهم معوضين بناس اخرين، وانه الناس اخرين اللي قامت باعمال، تعرف اللي ضربها رب؟ انا اللي عمل العامله جبد روحه لانه كان منظم، في يدك درجين باش تقتحم السفاره تشعل النار وتجبد، الاخرين قاعدوا مساكن فهمتي تكبير الله اكبر، جاوا لموهم هزوا منهم الحبس، وقتلوا منهم اربعه وزادوا تو اثنين في ثنيه، وعائلات تتعذب
والاخرين يتمتعوا الله اعلم بجرايات ولا شنو الامتيازات اللي قاعدين يتمتعوا بها. سي رفيق باش نختموا يقول القايد معناتها السؤال اللي انا نطرحه معناتها اثباتات وعندك معناها كنت نشوف وطلعت على معناتها ملف فيه معناتها موثق بالصور بالمقالات عليه ما تحاولش تتجاهل هذا كل القرار. فعلا انا من نهار اللي دخلت على موجات اكسبريس اف ام وكان نصر الدين وصفه اللي هو زاد يقول نحن رابطه حمايه الثوره اعتصام القصب 1 و2 اكد للناس انه لا علاقه لهم باعتصام القصب 1 و2 اقل شيء اخلاقيا لانه اعتصام القصب 1 و2 برغم اعتدي عليه بالعنف لما يرد بالعنف 13 يوم معتصمين في القصب 2 ما كسرناش بولار كي جينا مروحين لتو عندي تصاور نهارتها لوكات مارس بناتنا اولادنا ينموا ويسيقوا خلينا لهم الساحه نظيفه هذه من اخلاقنا ومن اخلاق الثوره والثوار بتاعنا مش من اخلاقنا العنف والاعتداء على الناس والاعتداء على الحرمات والاعتداء على المقرات نمشيو نفزوا ونبلبزوا اجتماعات ونمشيو نعمل. فانا اعوذ بالله من كلمتين فما حاجات وصلت كما يقولوا الى وصلت الزبده لفم الشكوى وصلت معناها توا معناها ناس قاعده معناها تموت بالعرق في الحبوسات هذا واحد ومش هذاك بركه اللي خلينا نتكلم بعد مقتل سيد لطفي نقض فهمتني الله يرحمه ويربي يصبر اولاده اللي خلاهم 6 ايتام في ايامات عيد مشيت اتصلت بالسيد سيد محمد عبو الاستاذ محمد عبو اتصلت زاد بصديق نتحفظ باش نذكر اسمه زاد في النهضه في المقر في مونبليزير وريته التصاور وحكيت له لقيت ما فماش تحركات من طرف رجال دوله وليت مشيت للاعلام مشيت جيت مغربنا 21 مشيت لجريده الشروق 24 ثم اكسبريس اف ام 24 واعلنت على موجات اكسبريس اف ام واني باش نقدم كل ما يثبت ادانه الرابطه في اعمال العنف والى اخره. بعدها بالضبط صارت احداث زاده يعني هذيا سلفيين وثم لقيت فيديو نتاع المهم برشا اللي هو نتاع حليمه معالج فهذا الكل لميته ملف اتصلت باستاذ عادل منفذ باش عملت اجراءات قانونيه على طريق هو الملف توجهز اتصلت بوسائل الاعلام واتصلت بكم باش نطرح الموضوع هذا امام الراي العام فهمتني ثم نقدمه حتى يكون اولا الراي العام على بينه ثم نقدمه للقضاء شيء طبيعي لانه هو الكفيل باش يتعامل مع الملف هذا فهذا يعني التوجه نتاعي خاصه وانه زاد فما نقطه استفهام كبيره جرون بوان انتيروغاسيون حول مصادر التمويل تاع الرابطه هذه ثم البرشا فلوس اللي قاعد نشوفوا فيها في لي بوندرول وغيرها منين قاعده تجي ولوين قاعده تمشي كيف كيف زاد فتح ملفها المالي وعرض قائمات بجميع الناشطين في رابطة حماية الثورة على كامل تراب الجمهورية في معتمدياتهم لدى المعتمدية والبلدية وكل المقرات المؤسسات الحكومية حتى يتعرفوا أولادنا على شكون عدنا اللي هما رابطة حماية الثورة في حومنا ما نعرفوهمش غدوة معناه قاعد يكبر وينمو معايا وأنا ما نعرفوش ما نحبش نرجع لميليشيات الصياح. والسبب الكبير اللي تقول رفيق علاش ما ياخذوا الملف هذايا سامحني في الاخر نحب نختم به ونوضح لانه والدي كان انا والدي يوسف الله يرحمه فوالدي يوسف شد الحبس في 58 وانا نسكن في الورديه في ديبوزفيل بالتحديد بشير زرق العيون ما نقولش نكل بينا اما تعبنا برشا وانا شدوني في الحبس 81 عمري 18 سنه في المسيرات بتاع الاضرابات التلمذيه اللي صارت بتعليمات من بشير زرق العيون واللي هو معناه رئيس الدائره اللي بعده هو محمد شعبان رويس هذوما اللي كانوا برجيبيين وهذوما اللي كانوا يسيروا في الميليشيا فاذا اليوم انا نخلي الميليشيا هذه تكبر في حومتي وفي القاع في تونس غدوه ولدي باش يسوفري منها كيف ما انا غدوه ولدي انا يخرج في مسيره بعد 10 15 سنه في ليسي حاجه مش عاجبته او لا باش يقولوا هذاك ولد رفيق تال بير تال فيس هزوا الحبس انا واش عملوا لي وفما شكون صرح مامور شرطه متقاعد قال لي رفيق هزوك على خاطر قالوا تال بير تال فيس يلزم نهزوه باش نتخلصوا منه فلا مجال وانه تنمو ميليشيا في بلادنا وخاصه وانه الميليشيا هذه باش تكون وقحه اكثر من ميليشيا صياح وميليشيا تجمع تاع بن علي لان مرخص لها وحاطينا تحت غطاء جمعياتي ويسمح لها بان تفعل كل شيء باسم وانها جمعيه.